وسؤال آخر من الأستاذ حسن عبد المطلب الأحمدي للمزارع محمد سعيد الأحمدي حول هذه الشجرة، يعطينا اسمها وتجربته الناجحة معها. تفضل. هنا في أحد الزوايا الأخرى من زوايا هذه المزرعة المباركة، والتي كما قلنا وكما أسلفنا اشتملت على العديد من النباتات المجلوبة لهذا المكان والتي أثبتت نجاحها، هنا يتحدث الأستاذ محمد سعيد الآن عن شجرة المشمش وكيفية جلبها لهذا المكان وما وصلت إليه من إنتاج. بداية شجرة مش حصلت على شتلات من هذه الشجرة ووزعتها على شكل خط مستقيم كده، وطبعا كله اعتبر اجتهاد وفحص للثمر والنتيجة. الحقيقة أثمر الثمر كثير وثمرتها انتهت، ولكن خير كثير. هذا الشجر لو تمر عليه وهو أبيض تراه قطعة من المزن وقت الثمر تلزق، وعينه تجي وهو مستوي تلقاه قطعة كأنها من صفراء تفتح النفس. الله يسلمك. بارك الله جهودك، بارك الله في مزرعتك، بارك الله في عمرك. الله يبارك فيكم، سعدت بزيارتكم، الله يحفظكم.